تدرس العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، التصميم أو علوم الحاسب، تحتاج لاستخدام برامج التصميم والبرمجة كجزء من دراستك؟ بالطبع أنت بحاجة إلى أفضل البرمجيات اللي تساعدك على البرمجة أين ومتى ما شئت. إيش رأيك بأحدث الأدوات الاحترافية من مايكروسوفت؟ للحصول عليها فأنت بالطبع تحتاج لأن تشتريها، ولكن كطالب تتيح لك مايكروسوفت الحصول على منتجاتها وأدوات البرمجة الاحترافية مجانا. مايكروسوفت دريم سبارك يتيح للطلاب تحميل برامج التصميم والتطوير ذات المقاييس العالية مثل فيجوال ستوديو، سيكول سيرفر، وأيضا ويندوز سيرفر. أكثر من 25,000 مؤسسة أكاديمية تستخدم دريم سبارك في جميع أنحاء العالم. إحنا ما نتكلم عن نسخ تجريبية أو تطبيقات محدودة، بل يمكنك الحصول على برامج كاملة بدون مقابل من موقع دريم سبارك فقط عن طريق تفعيل حسابك بمعلوماتك الجامعية. لهذا السبب كان هنالك 88 مليون تنزيل من دريم سبارك في آخر 3 سنوات فقط. بهذا أنت تهيئ مهاراتك وتطور معرفتك لما بعد الجامعة حتى تتناسب مع متطلبات سوق العمل. حتى بإمكانك استخدام البرمجيات للدراسة ومشاريعك الشخصية مثل تطوير تطبيقات الويندوز 8، ويندوز فون، تجربة البرمجيات والألعاب لكينكت وإكس بوكس، أو تطوير مهاراتك التقنية. التصميم والبرمجة لم تعد مقتصرة على البرمجة طوال الليل فقط. إذن إيش تنتظر؟ سجل الآن عن طريق www.teamspark.com وحمل هذه الأدوات الاحترافية للدراسة ودعم مهاراتك الوظيفية وتساهم في تحقيق أحلامك. الآن يتيح لك دريم سبارك حرية البرمجة.